هنبدا ندخل بقى زي ما شفنا امس كلمه ريزوليوشن. ريزوليوشن يعني الوضوح او الدقه. في حد بيسال قال لي ايه هو اصغر حجم من عنصر الصوره او اصغر جزئيه في الصوره اللي هي البكسل. طيب انا عايز كام بكسل عشان اقدر احصل على معالم اي صوره او واجه معين، تمام؟ عايز كام 36. بكسل على الاقل؟ احفظها دي. ايوه عايز 36 بكسل. يبقى انا عشان احصل على تمام على بكسلز، يعني انا هقسم، بص ان انا كده هجيب مربع كده اهو او مستطيل، عايز جوه المستطيل ده على الاقل 36 بكسل عشان ابدا اشوف ملامح. اقل من 36 بكسل مفيش ملامح هتظهر. يبقى تحديد ملامح لواجه معين يكفي جزء من الصوره بعرض مقداره 36 بكسل اللي هو عرض الصوره. يعني انا بمشي كده 36، معلش العرض نفسه 36، تمام، بطول معين. ممكن يبقى الطول قد العرض واخد مربع مش مشاكل، بس المهم ان انا عندي عرض تمام 36 بكسل. وده هو اللي بيقابل ايه؟ بيقابل العرض الحقيقي للوجه. العرض الحقيقي للوجه كام؟ اي حد فينا وشه في حدود 20 سنتي، مفيش حد مثلا دماغه متر. فال 36 بكسل دي في العرض، يعني شايف الدماغ دي بتاعت ادم ابني، تمام، الدماغ الفعليه دي 20 سنتي. عشان احصل على ريزوليوشن كده تمام بحط 20 بكسل اخرى، وعدد من البكسلز الراسي بنسبه طبعا 4 ل 3 المفروض. يعني لو دي 36 تبقى هي 3 واضرب في 4 على 3 هيطلع قيمه البكسل الراسي. بس انا عايز اعرف تفاصيل وش معين، واجه معين، تمام، عايز 36 اللي هو يقابل العرض الحقيقي لاي واجه اللي هو 20 سم. طب ال 20 سم دي هتبقى ثابته، وهنبدا نشوف لو عايزين نشوف حاجات متغيره عن ال 20، تمام، نعمل ايه؟ ولو عايزين نقيس ال 20 دي، تمام، ونشوف كاميرا مثلا كام بكسل عشان انا ليه بعمل دي يا باشمهندس؟ حد اسالني ليه قلت المعلومه دي؟ قلت المعلومه دي عشان هدخل دلوقتي على تحديد عرض المشهد اللي هتغطيه الكاميرا. معلومه مهمه جدا، انا عايز اشوف الكاميرا دي لما انت عامل زومنج او مش عامل زومنج، مش هي بتغطي مساحه اهو، مش اللقطه دي او الصوره دي اهي، اي صوره من دول، الصوره دي بتاعت طياره، مش الصوره دي ليها طول وليها عرض. انا عايز اعمل معادلات تحدد لي اصنع ازاي مين اصنع عدسات، مش العدسات اللي بتطلع دي يا شباب. هل انت بتلاقي كل الابعاد بتاعت العدسات؟ يعني تلاقي عدسه 4 مللي و5 و5 ونص و6 و7، مش بتلاقي 4 و8 و12؟ ارقام ثابته بتصنعها الشركات، والا هو ايه بيعمل رنجات ممكن ما تبقاش متناسبه، لان لازم تبقى فاهم ان الشركات اللي بتصنع كاميرات المراقبه دي بتبقى ديبند على الشركات اللي بتصنع الاي سيات الداخليه. ما انت كله ماشي الاخر مع بعض، متوافق مع بعض. انا قلت القصه بتاعت الوجه دي 36 بكسل، 36 بكسل تكافئ وجه اي انسان بيصل الى 20 سم. ده بناء على ان القاعده اللي الناس واخداها بتاعت التصنيع عشان تقدر تحدد عرض المشهد اللي هتغطيه الكاميرا. بس انا عايزك تفهم ان شغلانه الكاميرات مرتبطه بالشاشات، مرتبطه تمام بالفيديو سيستم. فاللي هقوله هنا خلاص على كده، مش هقوله تاني في الاوديو فيجوال. فقصه خلصانه، تمام. يعني دكتور هو ال 20 0.2 20 سنتي هذا هو الستاندرد اللي استند عليه في عمليه التقاط الصور. هو ده صح. بص اهي واضحه اكتر، تمام. حساب عرض المشهد، المشهد اللي انا باخده بالكاميرا ده، المشهد اللقطه اللي باخدها بهذه الكاميرا، تمام. انا عايز احسب عرض المشهد اللي هو عرض الصوره نفسه اللي هيطلع، هسميه ايه؟ ده اقدر اجيبه ازاي؟ راح قال لك والله انا عندي ستاندرد اللي هي الحته دي. ايه الحته دي؟ ان ال 36 بكسل الصوره ظهرت 36 بكسل بيقابلهم 20 سم. 20 سم يعني 2 من 10 متر، تمام. فانا دلوقتي هبدا اقول لك لو انا عايز اعمل صوره بتديني 752 بكسل يبقى العرض بتاع المشهد ده كام. تعال نبدا نشوف عرض المشهد والقصه دي من خلال مين؟ من خلال الرسمه اللي قدام. انا هنا عندي العدسه اهي، شايف العدسه اهي اهي، تمام. وادي الايمج سنسور اللي هو الحساس بتاع الصوره، الاثنين دول جوه الكاميرا صح، يعني هي العدسه راكبه على الكاميرا. فدلوقتي ادي حساس الصوره اللي هو الايمج سنسور، وادي العدسه، والبعد ده نفسه اللي هو الفوكال لينس بيتغير لو احنا سميناها ايه بالمليمتر. طيب هنقول هنا خلي بالك الاتش سمول اللي هي حساس الصوره، شفت انت حساس الصوره اللي هو بيتصنع من السي سي دي او السي موس او الميجا بكسل، ليه طول حساس الصوره اسمه اتش سمول. طب البعد البؤري هسميه اف سمول. ركز معايا، من اول العدد لحد الحاجه اللي انا عايز اصورها اللي هو الاوبجكت ده هسميه دي كابتن. يبقى المسافه بين العدسه والمشهد الملتقط او الصوره اللي انا عايز اصورها، يعني انا مثلا ايه جايب الموبايل قدامي ازازه ميه اهو، عايز اصور ازازه الميه، ازازه الميه دي هي مين؟ المشهد. المسافه بين العدسه نفسها وازازه الميه هسميها دي، المسافه داخليا اللي هي العدسه مع الكاميرا هسميها فوكال لينس، ودي عرفناها. حساس الصوره اسمه اتش، خلاص ممتاز. طيب الاوبجكت ده انا عايز اعرف العدسه دي تقدر تصور، من الاخر يعني عايز اعرف العدسه دي تقدر تصور تمام بوضوح الاوبجكت ده لو ارتفاعه كام. تاني انا من الاخر عايز اعرف العدسه اللي بصنعها تقدر تصور جسم ارتفاعه كام، لان بعد كده انا هبدا العب في العدسات واصنع للناس عدسات مختلفه حسب الاجسام اللي احنا عايزين نصورها. يعني انا واقف قدام بورد ارتفاعه 200 متر، عايز اعرف العدسه اللي تجيب لي
طول البرج كله يبقى ظاهر قدامي. كام هو ده اللي احنا بنعمله؟ ده بناء على الستاندرد اللي في الكاميرات بيقول وش اي انسان ب 20 سم. وعشان اعمل وجه اي انسان واشوفه كويس عايز العرض بتاعه يبقى 36 بكسل. خدنا المعادله اهي 36 بكسل تكافئ 2 من 10 متر اللي هي 20 سم. لو انا عايز ركز معايا اجيب جهاز بيحصل فيه ريزوليوشن او عدد البكسلز اللي موجوده معاه 752، الجسم اللي ممكن اشوفه بوضوح ده طوله كام؟ خلي بالك جوه العدسه بالملي، فوكال لينز بالملي، اما المسافه بين العدسه اللي هي الكاميرا نفسها والجسم بالمتر، وارتفاع الجسم بالمتر. ده زي شغل الرياضه زمان، النسبه والتناسب. ممتاز. انا دلوقتي عايز اطلع الاتش، هعمل ايه؟ اعمل مقص. انت تعمل كده اهو، اتش ب 36 بتساوي 36 اتش، يبقى 36 اتش بتساوي 752 في 2 من 10. عشان اجيب الاتش بس عايز اخلص من 36، يبقى هقسم على 36، يبقى الاتش دي جت ازاي اهي؟ يبقى 752 في 2 من 10 اهو المقص ده على 36 عشان اطلع قيمه الاتش. طلع ارتفاع الجسم ده كام؟ 4.18 من 100 متر. يعني يا حبيبي لو انت عايز تقيس جسم ارتفاع 4.18 من 100 قول 4 متر، يبقى لازم تستخدم عدسه على الاقل تبقى البكسل بتاعها 752 بكسل. يعني انت لو عندك عايزه تقيس جسم 4 متر وهي اصلا البكسل بتاعها 500 هيطلع مقصود، مش هينفع. وبالتالي تمام انا لازم ابقى عارف قيمه الاتش، الاتش اللي هو ارتفاع الجسم او المشهد اللي انا عايز اقيسه، وده هو عنوان تحديد عرض المشهد. طيب الدي اللي هي المسافه، عشان تقيس الجسم ده بوضوح لازم تسيب مسافه بينك وبين الكاميرا. واحنا ليه اصلا لجأنا للتكبير والتصغير يا رجاله؟ بدأنا ندخل في التكبير والتصغير لان في جسم بعيد عني وانا مش شايفه كويس، فبقى عايز اعمل زومنج. في الموبايلات بتاعتك العاديه، الموبايل ممكن واحد مشتري موبايل ب 200 ريال يروح يعمل زومنج يلاقي الجسم اصلا اللي ظاهر قدامه باظ بس واضح. وفي كاميرات ثانيه بيبقى الزومنج بتاعها عالي، الايد بتاعتها عاليه، يعني مهما كبرت وانت بعيد تلاقي صوره واضحه. انا دلوقتي عايز اشوف الدي، راح قال لك والله هي معادله بسيطه جدا. المعادله دي معادله بسيطه جدا، بتقول ان اف سمول على الدي كابيتال، تعال نكتبها ايه بره، اف سمول على دي كابيتال بتساوي مين؟ الاتش سمول على الاتش كابيتال. حد يقول لي مين الاف سمول؟ الاف سمول اللي هي الفوكال لينز بعد البؤري، على الدي، الدي اللي هي المسافه بين الكاميرا وبين الجسم والمشهد، والمشهد اللي هو الجسم عشان الناس تبقى فاهمه. طيب والاتش سمول ده طول حساس الصوره، المسافه، الايمج سنسور، صح. وبعد كده ليش كاتب 3.6؟ هذا من فين جابها 3.6؟ شفت انت مش كان في ارقام اهي يا جدع؟ برافو عليك انت كده مركز اهي. مش الراجل قال لك في الايمج سنسور ان الايمج سنسور ده بيقاس بالانش، خدناها امس، والبوصه بتساوي 2.54 من 100. فهنا معناها ان هو استخدم حساس صوره ايمج سنسور عرضه 4 وارتفاعه 3 والقطر بتاعه 5، نسبه الاسبيكت ريشيو 4 ل 3، والحساس ده بنسبه 3.6 اللي هو 1 على 3.6 من الانش. خلاص معايا الرقم ده بيجي الايمج سنسور ليها ستاندرد في التصنيع، يعني الحساسات اللي مستخدمه في تصنيع الايمج سنسور الناس لما بتيجي تصنعها مش بتصنعها كده باي ارقام وخلاص، لا ده في ستاندرد بيبقى ملتزم بيه. فالمثال ده قال لك ان انا والله استخدم هنا عدسه 3.6 وبالتالي طلعت الاتش. طب الاتش كابيتال فين؟ الاتش كابيتال اللي هو الاوبجكت، والاوبجكت احنا في المساله مطلعينه بكام؟ 4.18 من 100 متر.